السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال عايز يا ايه؟ شباب؟ إن شاء الله طيبين. انا معاكم بس موسيقين بص لي. بإذن الله. اليوم راح نكمل تختيم جازجون. فالحلقة السابقة سوينا الدراجة عند هذا بعد ما تعطلت، وكمان أمرنا الرئيس هنا انت إنه هنا ليه؟ نروح فاهم ان كل الناس نقتل الناس الموجودين في برج عارف ايه المراقبة. الموضوع؟ مش مهم، فالآن بس مهمتي إني أروح الصاحب أعطيه الضماد، ايه بعد كذا القرف ده؟ ممكن أروح دي برج حرب مش المراقبة. ممكن استخدم حاجة تخفف الألم. طيب، وصلت المكان هذا اللي راح ألاقي فيه الضماد، بس هذا جاني دقيقة. يلا اتفقنا. تمام كده. ايوه، هشوف انا هعمل ايه. هشوف في أحد هي دي كمان. مكان تفتيش نيرو، لازم الاقي حاجة لدراع بوزر. هو هنا واحد كمان. انكسرت العصا، محتاج ده. طيب هنا في عصا. طيب عرفتها اهو، هنا. هادي يلا يا سافل، جرب انت الاول. طيب، يقول لي احصل على طاقة بنزين. شفت بنزين فوق؟ لا لا لا، شفت بنزين فوق السيارة الموجودة هنا. هنا هذا هو علبة بنزين. طيب أعبيها كده كفاية. خلينا نجرب نشق الحين. أيوة حلو، اشتغل. خبر هيخليهم يجوا هنا. السماعات، فين السماعات؟ هذا رصاص شاش أحتاجه. معقم، شاش معقم، يا ترى موجودة فين؟ ممكن أعمل بيك حاجة. الحمد لله. طيب هذا ايش معه؟ فين الشاشة المعقدة؟ هذا الصوت جابه هو. أيوة، هنا ممكن أدوات معقمة زي ما الدكتور طلبها. دلوقتي المفروض أرجع بيها البوزر. أو أهلا، إيه ده؟ تقنيات نيرو. طيب هذا شكله يزيد أتمنى استامينا، تكون حقن من نوع ما. استمنى عندي تعبان من ليه مرة. لا اهو حاسس باللي هو فعلا. وحدتنا مستعدة للمخاطرة. جالي اوامر من دقايق ان كل مجهودنا اللي احنا عملناه هنا كان تضييع وقت. مئات طيب من سريع، الناس المصابة بيكتفوا ان شاء الله ما حد يشوف. ادخل من هنا واطلع من وجهة الكاميرا. هنمشي دلوقتي. تمام انا جاي. بوزر سمعني، كلهم عند الصوت. بوزر رد عليا. ده مش بيرد عليا، يا ترى هو فين؟ ان شاء الله ما يسمعوا صوت الدبابة. طيب هم وصلت المعسكر من كتر ما حقي. سمعوا كلامك الحين راح اعطي بوزر لكل الضمور. شك ومعارضة. سين جون حول. وين بوزر؟ موجود فوق. هنا هنا. هاي بوزر، انا لقيت علاج لدراعك. بوزر زفت. بوزر ان شاء الله تحول زومبي. بس زفت. لا يا ديك، انا كان ممكن افجر دماغك. بص خليني اشوف الدراع ده. ماشي. لا لا لا، خليني اشوف دراعك. بص طيب مش لازم. تمام. طيب شكرا. شيء بص ديك. شكرا يا صاحبي، حياك الله. بص انا هتحسن. ماشي
هبقى كويس ان شاء الله. خلصت المهمة. طيب الآن عندي مهمة البرج اللي وصاني عليها رئيس المعسكر هذاك. طيب راح أوقف الدبوب هنا، تخبى هنا بس توقعني جاجة. معقولة ما شافني؟ أقتل 10 أشخاص. طيب إيش معاكم؟ جثة ولا؟ ها؟ في حد هنا؟ ما في حد. وين البقية؟ رجالة جايين أخيرا. انقلع انقلع. خذ الرشاش. حلو، في ناس جوا توقع، ما حد جاء. ايه الأخبار؟ هنا واحد. ايوه خلص فعلا، خلص خلص السلاح قتلته. زعلت علي. هنا في 2. ما تنفجر علبة البنزين متأخر. يلا يلا يلا. يلا انقلع. اوه اموت. يلا انقلع انت الثاني. باقي واحد هنا، تعال. طيب بروح له، مو راضي يطلع. لا خايف. لا عطنا الشتقن اللي معاك. طيب باقي 2. هنا هذا واحد يطق علي، هذا هو. طيب باقي الثاني هنا، لازم انسحب. وينه؟ ايوه افضل ادري كده. مصدق دلوقتي انقلع. ده اخر واحد منهم، يا خبر يا كوب. طيب اصلح البوار. ماشي، المفروض ده المولد بس بايظ خالص. هو لسه تمام. يلا بينا. بس بقى خد من وين جاي. معاك رصاص؟ ما كنتش زماني عايش ولا ايه؟ ارجوك يا استاذ، ما بضربش الستات بالرصاص لو كان اختياري، بس انا ممكن اختار. ما عنديش اي حاجه ولا مكان اروحه. يلا سمحتك هذه المره. يا نهار ابيض. طيب اما نشوف لو كان عندهم ملاذ تحت الارض في حته قريبه من هنا. ملاذ؟ ايوه اهو هنا. يبغى تحت الارض. طيب خلينا ننزل، ان شاء الله ما في احد. حط مسدس. طيب ايش فيه هنا يعني؟ امشي زين. اهلا، هذه الخريطة شكلهم كانوا حاطين عليها علامات كويس.
حلو، خلصت المهمة. في شوية ورق ملاحظات على الصناعة. تمام، هنا أقدر أنام. على رأي بوزر السرير مستنيني. طيب ماشي، يلا بينا. طيب بعد ما صحيت الحين ايش اسوي؟ اطلع البرج كمان واسوي الراديو. يلا يلا سيري. يو يا ديك، انت كويس؟ حاسس تسلق صعب. ماشي، ما نشوف بوزر كان بيتكلم عن ايه. عندك حق، في حد على الجبل شايف دخان من نار طيب المعسكر. طيب في معسكر كده. انزل مع البرج يعني؟ بس حاول تفضل مركز علشان لو جم في طريقك ديك نحول. يا ربي ايش الابراج هادي. قربت اوصل. ايوه يلا كمل، قربت اوصل. ما في زر ينزل بسرعه. الموضوع متعب جدا. كده خلصت المهمه. لقيت بنزين هنا، بروح اعبي الدباب حقي. كم في؟ فلنا. يلا بينا. كويس. كده كويس. طيب ارمي. يلا نروح نشوف الجبل ايش فيه. قاعد تشغل الراديو بتاعكو. ماشي. ممكن ما تكونش مقدر يا سان جون، بس إذاعة أوريجون الحرة هي اللي بتمنعنا من التحول لهمج. لا يا كوب، الحاجة الوحيدة اللي منعانا إننا نتحول لهمج هي الوجبات الصغيرة. جرب تفضل جعان لمدة 3 أيام، مفيش حاجة اسمها مناضل جعان. في الحقيقة أتمنى تكون غلطان في ده. كوبلند حول. إذاعة أوريجون الحرة، خبرك عملت إيه؟ إذاعة أوريجون الحرة، الحقيقة تخليك حر. يا بوزمان أنت صاحي؟ أنا رايح المعسكر اللي رصدته شمال الجبل. أنت عارف هتروح فين؟ هعرف لما أروح هناك. ديك نحول. في ناس كويسة كتير حاربوا عشان البلد دي. بوزمان عندك حق، بيأسسوا عند السكة. خليني أوقف دبابي هنا. في فخ. اقتل السفلة دول كلهم. دي الخطة تقريبا. ديك نحول. خليني ارمي قدام هذا. لازم يجيب نتيجة. هنا حاول اقتله من ورا. شوفوني شوفوني. اشرد اشرد. طيب باقي له مسدس. صدني هيا موت. تعالوا ابغاها في راسه ضربة واحدة. اطلع اطلع.
انه في واحد. استنى خذ دي، خليها عندك. قتلتها، باقي هذا الاخير. هذا ما يموت. اطلع. اخيرا قتلته. خلص خلصت بعيد عن جبل اوليري. خلصت المهمة. وفخ. طيب وصلت المكان المهمة. الدبابي شكله خلاص خرب، ما عاد يمشي. احتاج سكراب عشان اسوي. هذا اول مكان في البداية اللي قتل ليون، قتل فيها البنت. لا هذا المقبرة. طيب هنا الكنز. خلينا نقتله ياكل غزال. طيب اتوقع جوا هنا. بس وين البوابة؟ من هنا. حلو. ملاك بيعيط، اكيد هو. فين بتخبي مخزونك يا ليون؟ هنا في حاجة. لا هذه نبتة. ماشي فين؟ ها يمكن واحدة منهم. فهمت دلوقتي. انا عايز اعرف انا هدي الحاجة دي لمين. في ناس جاوا الشرب. الشرب فوزر. فوزمان انت سمعني؟ الشرب بسرعة. انت مش هتصدق ده، انا شفت طيارة. هليكوبتر. انت بتقول ايه؟ ايش اسوي؟ طيارة نيرو عدت من فوقي كأني مش موجود. بعد المدة دي كلها تظهر هليكوبتر الشرطة فجأة. انا هطاردهم و هشوف هيعملوا ايه. ركبها هنا. يلا الحين نمشي. واو 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 استنى استنى استنى، دول بيبطئوا، شكلهم بيقفوا. هذه طيارة نيرو، نفس العلاج اللي اخذته زود استنى. تحارب معاهم؟ بتشتغل في نيرو، ويا ترى بيعملوا ايه؟ هروح ابص عليهم واشوف بيعملوا ايه. طيب هذا اختفي. لا ما يموت. ارمي طوبة هشتت انتباههم، لو شافوني هيقتلوني. حد سمع حاجة؟ يا مددي انا مش هطلب منك تاني. اصبر، احنا ممكن نبقى اصحاب صح؟ وانا هعرف منين؟ هنمشي لما الدكتورة تخلص.
طيب هو شيء يحط على الألومة، هذا واحد، أنا شفت أربعة نزلوا، هذا اثنين، هنا شفت واحد، ثلاثة، باقي واحد. أرمي طوبة، أشتت انتباههم. مش عارفة. روح خلاص ده لازم تشوفه فيه. طيب الأول تأديته أنا كده دلوقتي. خليك من الشجرة، مش هيقدروا يشوفوني هناك. ما قدروا أقتلهم دولي. هو إيه اللي إحنا بنعمله هنا أصلاً؟ في بنزين كفاية، أنا هحكي على كل اللي محتاجه. مش عارف. خليك تحت، وطي راسك. هذا ما يشوفني. ايش درجة حرارة البدلة؟ المشكلة باقي واحد رابع ما ادري وينه. هذا هو؟ لما طرنا فوق فيروين هذا كان في عدد كبير من الوسط. ايوه لسه شوية كمان. ده مش دوري في قائمة الأعمال. دايما في شكوى. ده كان ايه؟ بدأت تمطر، ممكن ده يخلي المسوخ يطلعوا. مصيبة. هو احنا بنعمل ايه هنا؟ تمام تمام. ايه؟ شتت انتباههم. طيب هنا ايش اسوي الحين؟ صفر صفر صفر. بعد شتت انتباههم. مجموعة كبيرة، عددها حوالي 500 أو 600، أكدنا موقع نوم الأشخاص. ده كان ايه؟ هذا روح، باقي هذا. يقول هنا 21 على القائمة بتاعنا؟ لا ده أوبراين. تمام. يا خبر أنا كنت فين؟ في حاجة تتعبى فوق مدري ايش هي. الموقع محدد إنه رقم 15، علامة على الأعشاب والنباتات في المدخل، وأثار خطوات في الصور اللي معاها بتشير إن الموقع حد استخدمه فترة. شكله تسمع بس. صحيح نسبة كبيرة، وده اللي اثبتته تجربتي. انتهى التقرير. أوبراين الزفت. انت سمعت اكتر من 400 فرد وهم مش شبه المسوخ اللي تعرفهم. دول مرحلة تالتة ما نعرفش عنهم حاجة. يبقى ايه اللي حصل يا سارة؟ تسمع هلا. مش ممكن. ما قلتش اني هدخل. ما بقاش في اطفال والافراد مش نايمين، هم في حالة راحة. خلينا نسرف ده. انذار قطاع الامن ورا هذا بتسمع في الراديو. لا صحيت مسخ نايم قبل كده؟ ايوه في الواقع انا كنت من اللي نجي ومن منجم موالدي. مش ممكن. لقيت حد بيقطع صاحبي زي الموزة. البدل دي بتحمي من قرف كتير بس مش منه. مستحيل يا عريف. مش ممكن. انا اسفة. المهمة كانت كارثة من البداية. احنا عشان كده عمرنا ما ندخل جوه. لو قفلت الكهف كويس مش عارف ممكن نموت عدد كبير منهم. مش عارفة يا عريف. ابعد عني روح. الكهوف كتيرة برا. يلا نخرج من هنا بسرعة. نقفل الكهوف. خلاص خلاص. ايوه صح، محدش مهتم. الحين نطلع. هناك. انا فعلا بقى. تمام. لا 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 يشوفني. ما كانش دوري في قائمة مهمتي. أيوة حصل. أنا رجعت كل التكليفات. هناك في اثنين. وهنا واحد. اليوم كان صعب جدا. طيب. في بنزين كفاية. أنا أتأكد. إيش ده؟
الشجر، مش هيقدروا يشوفوني هناك. قيس درجة حرارة البدلة. طيب بس أوخر جاب حاجة استجيته. مش ممكن الصوت ده. روح. أو هذا أقدر أجي من وراه كذا. بدأت تمطر، الزوخ ممكن تخنق. خرجت خرجت خلاص. مش مشكلة كبيرة. كويس البابا لسه في الدبوب. احنا بننسحب. ارتبوا ارتبوا. حرام حرام. يلا يلا يلا. يلا. خلاص مشينا. ولا دروا عني. خلصت المهمة. ماشي من المقبرة، شفت مهمة هنا قريبة اللي هي دفن جثة صاحبة اللي قتلها ليون هذي. فجيت وراح أسوي هذه المهمة بس ما أعرف كيف. ايوه هنا كذا. هذا كيف قتلها ليون. شوف الحيوان. والله انه حيوان. طيب شيل الجثة. مثير للاهتمام. طيب بجرب ارمي جثته بمنتو. رودي بسلام، مش هيحصلوكي دلوقتي. ايوه كذا يا سلام ضبطت. نجحت المهمة. طب المقبرة جنبك روح تفنها. ايوه اديك. هخلي بالي منها، اقصد الفريز. شكرا جدا، كانت هتعمل نفس الحاجة. كانت هتعمل كده. ديك نحول. شوف كيف ولا فيها الحيوان. طب روح تفنها.